بيقولوا دايما ان المكان لما بيتقفل لفتره طويله وبيبقى مهجور مع الوقت ومرور السنين بيصبح مرت على الجن والعفاريت. واللي هنحكي عنه النهارده هو مش مجرد مكان، مش بيت مهجور فتسكن، ولا حتى شقه اتقفلت لفتره واصحابها رجعوا لها كده فلاقوها جواها جن مستنيهم. حكايتنا النهارده هي مرعبه اكتر من كده بكتير. حكايتنا النهارده عن قصر من قصور وسط البلد، قصر في القاهره، قصر شامبليون. بيقول بطل حكايتنا واللي اسمه مصطفى ان هو من سكان منطقه عابدين، بيشتغل ديليفري في مطعم. بس دي مش قصتنا، احنا قصتنا مع مصطفى واصحابه. مصطفى ليه شلتين، شله بتتكون من 7 اصحاب، ودول اصحابه اللي من مناطق يعني مختلفه غير منطقته، وشله تانية بتتكون من 3 وهو رابعهم، وهم دول اصحابه المقربين، خالد وحسن وحسين، ومصطفى هو الرابع بتاعهم. الـ4 زي ما جمعتهم نفس المنطقة، جمعتهم برضو نفس المدرسة الإعدادية، ومن بعدها المدرسة الثانوية، ومن بعدهم الجامعة. الجامعة اللي كمل فيها 2 منهم، وخلصوا كمان الدراسة بتاعتهم واشتغلوا شغلانات بسيطة. يا دوب مرتبهم بيقضي مصاريفهم ومصاريف أهلهم. واتنين منهم ما كملوش، وبرضو اشتغلوا في شغلانات بسيطة، لكنها أبسط شويتين. زي مصطفى اللي اشتغل ديليفري زي ما قلنا، وخالد كمان اللي اشتغل كهربائي زي ابوه. اما حسن وحسين فبعد ما خلصوا كليه تجاره اشتغلوا كموظفين استقبال في مستوصف، وزي ما جمعتهم الصداقه وكل الحاجات اللي قلنا عليها دي فجمعهم برضو دي الحال والمرتبات القليله، وفي نفس الوقت برضو جمعتهم اسوأ حاجه ممكن يتصاب بيها اي شاب، تعاطي المخدرات. الـ4 كانوا بيشربوا مخدرات ظنا منهم يعني ان هم بكده بيهربوا من مشاكلهم، لكنهم في الحقيقه ما يعرفوش ان هم بيصرفوا عليها وبتاخد كمان من رزقهم، وكمان ما يعرفوش ان هي هتكون السبب في المصيبه الكبيره جدا اللي هتحصل ليهم. في يوم من الايام وقت احتفال الناس كلها براس السنه، اتجمعوا الـ4 وقالوا ان هم عاوزين ينزلوا يتمشوا شويه في وسط البلد. وحصل، ونزلوا سوا فعلا وفضلوا يتمشوا لحد لما خالد طلع من جيبه مخدرات وقال لهم ها يا شباب هنتجمع فين النهارده عشان نضرب الحته دي. وقتها مصطفى قال ان ابوه عازم عمه وعمته عندهم، واحتمال يباتوا كمان، فمستحيل طبعا يطلعوا عنده. ومن بعده حسن وحسين قالوا ان اهلهم برضو متجمعين في البيت ومستحيل يطلعوا يقعدوا كمان ويشربوا عندهم. وحال خالد في البيت كان زي حالهم بالظبط، اهل خالد سهرانين قصاد التلفزيون ومش هيروحوا في اي مكان. وقتها فضلوا الـ4 يفكروا في مكان يروحوه، يقعدوا مثلا على قهوه، طب ما الحكمة ممكن تشوفهم أو حتى الناس، وساعتها بقى يدخلوا نفسهم في سين وجيم وكلام كتير. طيب يشوفوا أي حارة من دارية ويقعدوا فيها برضو مش هينفع، لأن الشرطة بتبقى مالية وسط البلد في الوقت ده، وده العادي والطبيعي لحماية الناس اللي خارجة تقضي ليلة راس السنة. وأثناء ما كانوا بيتكلموا وبيفكروا اقترح حسن اقتراح لما قال لهم ايه رأيكم لو رحنا القصر المهجور اللي في شارع شامبليون؟ القصر ده مهجور ومقفول، وقبل كده واحد جارنا قال ان هو كان معاه سجارتين وراح ضربهم هناك، لا من شاف ولا من دري. الـ3 التانيين سكتوا لحد لما قطع السكوت ده خالد اللي قال لهم ان القصر ده مسكون. اهالي المنطقه واهالي وسط البلد كلهم بيقولوا ان هو قصر مسكون، لكن مصطفى بطل الحكايه واللي نقلها لنا بيقول ان هو اتريق عليه لانه اصلا ما بيصدقش في الحاجات دي. هو بيصدق ان الجن موجود وتذكر في القران، بس ما بيظهرش للناس لا في أماكن مهجورة ولا حتى في مقابر. وكان رد فعل حسن وحسين نفس رد فعل مصطفى بالظبط، ولأن الأغلبية تحكم فسمع خالد كلامهم وخدوا بعضهم وطلعوا على القصر. في الأول الحراسة البسيطة اللي على القصر ما كانتش موجودة، وده سهل عليهم إن هم ينطوا من على السور ودخلوا. وبعد دخولهم طلع مصطفى الموبايل بتاعه ونور الكشاف، وعملوا زيه الـ3 الباقيين، فضلوا يتمشوا في المكان الخارجي للقصر لحد لما وصلوا لجوه. في البداية بيقول مصطفى ان هم ملقوش اي حاجة غريبة، مجرد قصر فاضي مفيهوش اي حاجة تدعو للرعب. لكن فجأة خالد اتنفض، صرخ، جري ناحية حسين وكلبش في دراعه. وكان سبب خضة خالد ان هو لقى قطة خرجت جري من ركن من اركان القصر، والقطة دي طلعت تجري. طبعا وقتها الـ3 فضلوا يضحكوا عليه لحد لما الموقف عدى، وقعدوا يجهزوا حاجتهم عشان ايه يلفوا السيجارتين ويشربوها.
بص خالد لمصطفى وقال له ما تشغل لنا حاجة كده على موبايلك تسلينا يا درش. مسك مصطفى الموبايل بتاعه وشغل عليه أغاني، وفي وسط ما هم قاعدين وسرحانين مع الأغاني وعلى كشافات الموبايلات بتاعتهم، سرح حسين في حاجة ناحية السلم اللي بيطلع للدور التاني. بص له مصطفى وسأله باستغراب، مالك مبلم كده ليه؟ فجاوب حسين وقال له إن هو شاف حد بيتمشى على السلم بس لا بيطلع ولا بينزل، ده كأنه بيتمشى وخلاص، أو بمعنى أصح طالع ونازل من غير هدف. اتريق وقتها حسن أخو حسين على أخوه وقال له إن هو نصم كده. إيه يا عم؟ أنت اتسطلت من قبل حتى ما تضرب السيجارتين ولا إيه؟ أما عن خالد بقى فقال ممكن يكون لا اتسطل ولا حاجة، هو بيعمل كده بس عشان يخوف خالد اللي هو أصلا خايف من القصر. وقتها اتكلم مصطفى وقال إن خالد معاه حق، حسين بيعمل كده عشان يخوف خالد. لكن الغريب بقى كان رد فعل حسين، ده قام وقف وقال لهم إن هو ما بيهزرش ولا عايز يخوف حد، هو فعلا شاف ظل أو حد ملوش أي ملامح، حد طالع ونازل على السلم. حاولوا التلاتة الباقيين يهزروا ويتجاوزوا الموضوع لكن حسين فضل قلقان، لحد لما حسن خلص لف السيجارة واداها لأخوه، أخوه اللي ولع أول واحد، وفضلت السيجارة تلف على الأربعة وهم بيغنوا وبيشربوا مبسوطين جدا. وفي ثانية واحدة وبعد ما لف حسن سيجارة تانية، بص وهو مبرق ناحية باب القصر، باب القصر الداخلي اللي دخلوا منه. استغرب مصطفى وبصله وسأله برضه عن السبب. وقتها حسن قال له إن هو شاف زي كلب واقف عند الباب، والكلب ده كان بينزل من بقه نقط دم. اتريق مصطفى عليه وحاول يعدي الموقف زي ما عدوا موقف حسين، لكن وقتها خالد قال له ان هو تافه جدا وان القصر ده فعلا فيه حاجه وانهم لازم يمشوا فورا. وفي وقت ما كانوا ما بيتكلموا شاور لهم حسين ان هم يسكتوا تماما ويركزوا مع الصوت اللي جاي من فوق. سكتوا كلهم وابتدوا ان هم يركزوا مع الصوت، ويا ريتهم ما ركزوا. الاربعه سمعوا من الدور اللي فوق خطوات، ولما بقول خطوات فانا ما بقصدش الخطوات لشخص واحد، لا دول زي ما يكونوا خطوات لكذا شخص. ومرة واحدة وقت ما كانوا مركزين سمعوا صوت واحدة بتصرخ من فوق. وقتها قام مصطفى من مكانه وقال بصوت عالي إن في واحدة فوق وممكن تكون بتتعرض لأذى ولازم يطلع ينقذها. بس حسن قام مسكه من دراعه وقال له واحدة إيه بس يا صاحبي؟ القصر ده مهجور محدش بيدخله، وإن كان في واحدة ست بتصرخ في القصر فهي بالتأكيد هتكون عفريتة أو جنية. وبعد ما حسن قال لمصطفى كده خالد وحسين وافقوا على الرأي ده وقالوا نفس الكلام، لكن مصطفى كان بيقول ان هو ما كانش مصدقهم او المخدرات اللي هو كان شاربها كانت مهيئة له ومخليه مقتنع ان في واحدة فوق، وعشان كده وبدون اي كلام راح يجري ناحية السلم. وبمجرد ما جري وطلع اول سلمة فجأة وقف في مكانه، وده لما سمع صوت صرخة من وراه، وصاحب صوت الصرخة ده كان حسن. لف مصطفى وقتها عشان يشوف منظر غريب، حسن صاحبه واقف ومدي ظهره للحيطة، حيطة من حوائط القصر، وحسين أخوه واقع على الأرض وعمال يتشنج، رجليه ملفوفة في وضع غريب جدا حوالين رقبته، وإيديه الاتنين مرفوعين لفوق وهنبضة تماما. أما بقى عن خالد فهو طلع يجري ناحية باب القصر. قرب مصطفى بسرعة من حسين وحاول يفوقه، بيقول إن هو رش على وش شوية مية من إزازة كانوا جايبينها معاهم، وبعد محاولات منه كتير جدا ومن حسن فاق حسين وخدوه خرجوا بيه برا. وبعد خروجهم لقوا خالد واقف ومستنيهم برا، لاموا عليه في الأول إن هو سابهم وخرج، بس لأنه شخص جبان فموقفوش عنده كتير، وخدوا بعضهم ومشوا من شارع شامبليون ده خالص. رجعوا منطقتهم تاني وقعدوا في قهوة كانوا متعودين إن هم يقعدوا عليها. وبعد ما قعدوا وحسين بقى أهدى شوية قال لهم إن أول لما مصطفى جري وراح ناحية السلم هو بص عليه وكان رايح يمنعه لأن هو خاف عليه، خاف لحسن يتلبس ولا يجراله أي حاجة، بس فجأة كده وقبل لما يتحرك من مكانه حس إن في حد مسكه من راسه، حس إنه بيتكهرب، ومرة واحدة ما حسش بأي حاجة إلا وهم بيفوقوه. أما عن خالد فقال لهم إن هو ما جريش من فراغه، بس خالد جري لما لمح على السلم واحدة ست في إيديها سكينة. الست دي كانت واقفة متحفزة وكأنها واقفة مستنية مصطفى يطلع عشان تموته. أما عن رواية حسن فبيقول إن مرة واحدة وهو واقف وقبل حتى ما يقول لمصطفى استنى أنا جاي معاك، حس إن في حد زقه في صدره ناحية الحيطة، الحيطة اللي كان واقف ومديها ظهره، وفي نفس اللحظة حسين وقع على الأرض واتشنج.
وانتهت القصة على كده. انتهت بأن الأربعة والحمد لله خرجوا سلام، بس خرجوا هم أشخاص مختلفين. مصطفى اللي حكى لنا الحكاية دي بيقول إن هم من وقتها وهم بطلوا شرب خالص، وحمدوا ربنا إن هي جت على قد كده، واعتبروا إن اللي حصل لهم ليلتها ده كان زي إنذار، إنذار من ربنا عز وجل عشان يبطلوا ينتبهوا لنفسهم ولحياتهم. والحد هنا بتخلص القصة اللي مصطفى حكاها لنا. أما عن القصر بقى فهو فعلا ما زال مقفول ومهجور، ورغم إن هو موجود في شارع شامبليون وجنبه يافطة كده بتحمل عليها اسم الشارع ده شارع شامبليون، إلا إن هو مش قصر شامبليون اللي فك رموز حجر رشيد. القصر ده هو قصر سعيد باشا حليم، صممه واحد إيطالي اسمه أنطونيو لاشياك، وده نفس المصمم اللي صمم حي جاردن سيتي. واتبنى القصر ده سنة 1896 ميلاديا، والأمير سعيد حليم ده هو حفيد محمد علي باشا اللي كان والي على مصر، وكان السبب اللي بنى عشانه القصر ده إن هو يهدي لزوجته. وفي سنة 1916 وبعد ما القصر ده اتهجر بسبب إن تم التحفظ على الممتلكات بتاعت سعيد باشا من الإنجليز، اتعمل القصر مدرسة عددية اسمها المدرسة الناصرية. ولما جت ثورة يوليو اتقفلت المدرسة واتهجر القصر والجنينة بتاعته لسنين كتير جدا، وحتى كل ده اتهجر. وفي سنة 2000 القصر بقى تابع لوزارة الثقافة، ومن وقتها والحد الآن القصر لا ترمم ولا تعمل فيه أي حاجة. والحد دلوقتي في حكايات كتير جدا بتطلع عن القصر ده، زي حكاية مصطفى وحكايات تانية كتير، حكايات منها الحقيقي ومنها اللي البعض بيشوفوا ان هي مجرد حكايات. لكن في النهاية هيفضل الحكم ليك انت، هل انت شايف ان قصر سعيد باشا او قصر شامبليون زي ما بيتقال قصر مسكون بالعفاريت والجن، ولا ده مجرد مكان تاريخي مهجور والناس طلعوا عنه اشاعات زي اي مكان بيقعد فترة كبيرة جدا ما فيهوش اي حد بيزوره؟ في النهاية الرأي رأيك انت. في النهاية بتنتهي حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.